السلام عليكم. هنستكمل سلسلة دروس الإحساس في النبات. النهاردة هناخد آخر درس في الإحساس في النبات إن شاء الله. هنتكلم عن تجارب لإثبات الانتحاءات. تمام، أخدنا في الدرس السابق الانتحاء الضوئي. النهاردة هناخد الانتحاء الأرضي. تمام، بصوا يا جماعة، كان بيعتقد زمان يعني ان الجذر بيتجه لاسفل عشان يدور ويبحث عن الغذاء، ماشي، فبيتجه لاسفل وبيهرب من الضوء. لكن ثبت فيما بعد بالتجارب العلمية ان الجذر بيتجه لاسفل عشان يبحث عن الجاذبية الارضية. خلاص، هو بيتشد لتحت بسبب الجاذبية الارضية مش بسبب الغذاء ولا حاجة. فنفهم من كده ان الجذر منتحي ارضي موجب، والساق بيتجه لاعلى يعني عكس الجاذبيه الارضيه، فانتحاء الساق الارضي سالب. تمام، طيب دي اول تجربه معانا على ايد اليمين زي ما انتم شايفين كده. سيقان النبات بشكل طبيعي جدا بتتجه لاعلى، ما دام بتتجه لاعلى يعني عكس الجاذبيه الارضيه يبقى هي منتحيه انتحاء ايه؟ جاذبيا يعني ناحيه الجاذبيه الارضيه سالب، لان هي بتطلع لفوق والجاذبيه الارضيه بتشد لتحت. طيب عندي الجذور، جذور النباتات بتتجه لاسفل فتعتبر منتحيه انتحاء ايه؟ ناحيه الجاذبيه الارضيه موجب، لان ايه؟ بتتشد لتحت. طيب لو وضعنا النبات ده زي ما انتوا شايفين كده على جانبه، احنا عايزين نشوف فعلا الكلام ده صح ولا لا، هل الجذر في كل الاحوال هيتجه لاسفل ولا هو عشان في وضعية معينة. فجبنا النبات ده ووضعناه على جانبه، تمام، لقينا الجذر بيتجه برضو لاسفل يبقى موجب الايه؟ الانتحاء الارضي، ماشي، او ناحية موجب ناحية الجاذبية الارضية. ولقينا الساق بصوا برضو تتجه لاعلى يبقى بتنتحي انتحاء ايه؟ سالب، ارضي سالب. تمام يا جماعة، انا تالي الانتحاء الارضي سهل يعني ما فيهوش اي حاجة. هو ممكن الانتحاء الضوئي بتاع المرة اللي فاتت هو اللي فيه شوية كلام، لكن هنا الانتحاء الارضي بسيط وسهل. طيب تجربة، هناخد تجربة اللي هي رقم واحد. نكس الصيص يحتوي على بادرة نبات واتركه فترة. نكس يعني ايه؟ يعني تخلي عليها وطيها، يعني اللي فوق تحت واللي تحت فوق تقلبه تقلبه، ماشي. هتلاقي ايه بقى لما انت قلبته كده؟ المفروض بعد ما قلبته بقى الجذر فوق والساق تحت. لا، المشاهدة بقى هتلاقي ان الجذر بيترك التربة ويتجه لأسفل ناحية إيه؟ الجاذبية الأرضية، وإن الساق بيتجه لأعلى عكس الجاذبية الأرضية. الاستنتاج إيه؟ إن الجذر انتحائه الأرضي موجب والساق انتحائه الأرضي سالب. طيب تجربة تانية، دي كل دي تجارب عشان أأكد الانتحاء الإيه؟ الأرضي للنبات بالنسبة للجذر موجب، بالنسبة للساق سالب. طيب تجربة اتنين، هنضع كمية من البذور في الصيص به تربة منداة يعني فيها مية يعني، خلاص، ونسيبها عدة أيام. هنلاقي الريشة اللي هي الساق يعني بداية الساق بتتجه لأعلى والجذر إلى أسفل. ده بيثبت برضو انتحاءه الجذر انتحاءه الأرضي موجب والساق انتحاءه الأرضي سالب. هو كل دي تجارب عشان تثبت لك ان الجذر انتحائه الارضي موجب والساق ايه؟ سالب. تمام، طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها انتحاء مائي. في حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ انتحاء مائي. تعالوا بصوا معايا كده خطوات العمل، يعني جبت لكم الرسمة على أساس إيه أنا أتكلم أقول الخطوات وأنتوا بصوا على الرسمة.
خطوات العمل، هنجيب كمية من البذور في حوضين زي ما انتوا شايفين، الحوض ألف والحوض ب، تمام، في حوضين زجاج بكل منهما تربة جافة ما فيهاش مية خالص، تمام. في الحوض الأول اللي هو ألف هنرش التربة بالمية بانتظام، يعني في كل الاتجاهات في كل الأماكن. أما في الإناء الثاني ب خلاص هنحط بس على الجانبين، يبقى على الجانبين بس تربة رطبة وفي النص تربة جافة، وهنسيب الإناءين دول عدة أيام، هنسيبهم مدة إيه؟ مدة طويلة يعني مش في ساعتها. التجارب دي على فكرة اللي بتعتمد على نمو الساق والانتحاء وكل الكلام ده بتتساب عدة أيام، ماشي؟ ركزوا في كل كلمة بتتقال، لأن بيجي الأسئلة في الامتحان ما بين السطور، تمام؟ معظم الأسئلة مش بتبقى مباشرة، فإحنا لازم كمان نبقى مستعدين وعارفين التركات كده اللي بتبقى موجودة في النص، ماشي؟ طيب، يبقى أنا عندي جبت حوضين، الحوضين حطيت فيهم تربة جافة، الحوض ألف رطبت كله، حطيت المية في كل حتة خلاص بانتظام، الحوض ب حطيت بس الترب المية في الجوانب، ماشي، وسبتهم لعدة أيام. انتوا أصلا بصوا للصورة كده، بصوا في اللي هو الحوض رقم ألف أو الصورة رقم ألف، هتلاقوا إن الجذر بيتجه ايه ستريت كده، لان المية حواليه من كل ناحية، تمام. اما في الحوض ب هتلاقوا ان الجذر رايح ناحية الايه، المية اللي مرشوشة على الجناب، انا رشيت مية بس على الجناب، فالجذر رايح ناحية الايه، الجوانب. طيب اعرف من كده ايه؟ ان الجذر منتحي خلاص، انتحاء مائي موجب، بعرف ان الجذر منتحي انتحاء مائي موجب خلاص، رايح على طول ناحية المية، تمام. طيب نشوف مع بعض هنا المشاهدة، زي ما انتوا شايفين في الإناء الأول اللي هو ألف بتنمو الجذور رأسيا مستقيمة من غير أي انحناء من غير أي حاجة، وذلك لتساوي انتشار الماء حول الجذور. بصوا يا جماعة، أنا يهمني قوي إنكم تفهموا، أنا مش عايزة حد يحفظ، أنا عايز تفهموا، تمام. واكتبولي في كومنتات واكتبولي نتناقش سوا لو حد مش فاهم خلاص. فأنا يهمني في الجزئية دي بالذات الإحساس في النبات ده فهم يعني بنسبة 100%، لازم تبقى فاهم خلاص، لأن الأسئلة ممكن تجيلك مش مباشرة، فلازم تبقى فاهم كويس عشان تعرف تجاوب على كل الأسئلة. يبقى في الإناء الأول اللي هو ألف بتنمو الجذور رأسيا مستقيمة دون انحناء، وذلك لانتشار المية إيه، حول الجذور. طيب في الإناء التاني اللي هو ب، الجذور بتنحني نحو الماء الموجود على ايه، الجوانب، خلاص ناحية الايه، الجوانب. طيب والسبب طبعا عدم تساوي توزيع المية حول الجذر، وكده عرفنا من التجربة دي، عرفنا ايه يا جماعة، اهو ان الجذر انتحاءه المائي ماله موجب، خلاص توصلنا في الاخر للاستنتاج ده، ان الجذر انتحاءه المائي موجب. وبكده يبقى خلصنا سلسلة دروس الإحساس في النبات، وأخدنا كل حاجة تخص النبات. السلسلة دي أنا عاملاها من 4 دروس يا جماعة، اللي عايز يشوفها من الأول، أنا عاملة الإحساس في النبات عبارة عن 4 دروس شرحة فيهم كل حاجة تخص النبات، تمام. وده آخر حاجة تخص الإحساس في النبات، وأشوفكم في الدروس القادمة، هناخد إن شاء الله حاجات شيقة جدا عن الإحساس في الإنسان. اللي يتابعوني إن شاء الله يستنوني في الدروس القادمة، والسلام عليكم.